أما من بغداد باعه سيارة فاستولى عليها مرة أخرى. فطلع صورته من الفيس، نشرتها، قلت لهم هذا شخص أحد يعرفه. طبقت للناس كلها، هذا قفاص، هذا واحد 56، ايش عرفك عليه، ايش علمك، هذا عليه بالعشرين او 25 دعوة. الى لوكيشن اخر وتحديدا بغداد، شاب عنده سيارة كان يريد يستبدلها، يعني يراوسها مع سيارة اخرى. تواصل في يعني وسائل التواصل الاجتماعي تحديدا على الفيسبوك، اتفق ويا شخص اخر ان يستبدل السيارة معه فيما بيناتهم. هذا الشخص الثاني ادعى انه هو ضابط في وزارة الدفاع حسب ما تحدث لنا الشخص اللي تم يعني الاحتيال عليه. تبين بعد ذلك حسب ادعاء الشاب انه الشخص عنده عمليات نصب واحتيال عديدة قبل ما يتم موضوع النصب واحتيال عليه في قصة هاي السيارة. يعني قام هذا الشخص اللي طبعا نصب او احتال على هذا الشخص بانه اخذ سيارته بحجة أنه يأخذها إلى أربيل حتى يسوي لها وكالة بعد ما ندفع المبلغ طبعا، وأخذها واختفى. فاتضح أنه هذا يعني عنده سوابق و يعني كان يلبس زي ضابط. فهاي المشكلة أنه انتحال صفة ونصب واحتيال ولا زال طليق. لذلك خلونا نشوف هذه القصة من يعني محدثنا والشخص اللي تم الاحتيال عليه. خلونا نشوف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شنو اللي موضوع اللي تعرضت له؟ اللي تعرضت له انه واحد على الفيس تعرفت عليه، يعني لا شايف شكله ولا ابد، بس جاني انه عنده سبورتج وانا عندي الانترا. جاني راوسني، تواعدنا بالقريعات، جاني بصفته انه نقيب ثلاث نجمات وواحد بلبس عسكري؟ لبس عسكري، واحد وياي صيح لسيدي، ولاقوا اثنين بالشارع. سيد سويت على شغلتنا، ندور نقلتنا سويت عليها، فقال لهم بيكم خير والدليل. وبثناء هذا جاء اتصال قال له فلان نزله من البرج، خل فلان يصعد بمكانه، فلان نقله لهيك مكان، فلان نزل لي حتى يروح الاربيل يحول لي فلان سياره. فاني ثقيت بي، قلت هذا فد واحد ثقيل بالدوله او مثلا جوز معروف منصب عالي. قلت له اخوي ليش انت وين تداوم؟ قال انا داوم بوزارة الدفاع. صار هذا الاثنين انه تراوست انا وياه 5 ايام وما جاب لي الوكالة. على اساس اسوي الوكالة باسمي. اليوم باكر انا تراوست وياه يوم 2 بالشهر 2/12/2021. يوم 17/12/2021 اجاني قال اخوي هيك هيك سالفة السيارة انه ما راح تتحول الا رعيتها تشوفها. ما جاي تتجاوب وياني. لازم تروح السيارة. قلت له أنا أخويا ما أقدر أروح الأربيل. قال أنا راح أخذها وهذا بيتي، دلاني بيته، قال لي بيتي بالمهدية. وأنا بعد معقول أنا بهذا منصبي وإنه أشرد على متفاليس؟ أنا ما أشرد على متفاليس، هاي عندي جارجر وعندي غيرها، شنو اللي تريده؟ والجارجر كانت مالته مظللة بدون أرقام. قلت له ماشي. خابر على شخص قال له تعال ناخذ السيارة. إجوا خذوا السيارة. 5 أيام وماكو. صار يوم واحد تقريبا 31 او يوم 30 بالشهر 12 ويش سويت على السياره؟ قال مو تدري انه اللي وديتهم الشباب راحوا ولازم يتونسون وعيد راس السنه. يوم 2 يمك السياره. فات يوم 2 فسويت دعوه اجراءاتها كلش. من خبرته ثاني مره جاوبك لو قام ما جاوبك؟ لا يجاوبني. يوم ابوي مريض، يوم امي مريضه، ابوي حالته مو زينه، وين انت بالحارثيه؟ اروح للحارثيه، وين انت؟ طلع لي، طلع اصلا لا بالحارثيه ولا ابد. فطلع صورته من الفيس، نشرتها، قلت لهم هذا شخص احد يعرفه. طبقت للناس كلها، هذا قفاص، هذا واحد 56، ايش عرفك عليه، ايش علمك، هذا عليه بالعشرين او 25 دعوه. وين ساكن؟ قالوا بالمحاول. راح سالت بالمعارض مال المحاول، قالوا هذا عمي بيت ابوه، هذا واحد لا ضابط ويمشي بهويات وكلها ماكو يعني. هو طلع مو ضابط؟ لا مو ضابط، لا بوزاره دام ولا ابد. عده قرايب ضباط. والرتبه العسكريه والشخص اللي جاي يقول ما اعرف شلون يطلع برتبه عسكريه مظلل السياره، ما اعرف هذا الشيء. بحيث حتى السبورتج لما باعني اياها مظلله، بحيث انا شلت التضليل بيدي. زين. المهم وصلت لابوه، عمي هيك السالفه، ابنك شلون؟ قال انت وابني شو تريد تسوي سوي. وصلت الشيخة قال لي هاي يعني بورقة مال فصل من العشيرة، لأن كانت عليها دعوة
مركز. كل دعاوية نصب واحتيال يعني بسيارات؟ اكو من عندهن وحدة سرقة، سرقة شخص سولف لي، والشخص هسه ما يقدر يجي لأنه معوق رجله وما يقدر يجي. بايع لسيارة طلعت عليها دعوة ما سرقة، خطيا سجن فوق ما معوق مسجون 6 أشهر. لأن لقوا سيارة عنده باعتبار هو مشتريها. باعتبار هو مشتريها. ولحد الآن صار له سنتين ما كان بشينه، يعني هو هذا الولد صار له سنتين وسوى عليه الدعوة وأمر إلقاء قبض، لحد الآن ما لازمينه. ويتجول بكيفه. شنو الإجراءات القانونية اللي اتخذتها؟ الإجراءات كملت وديت واحد من الشهود الثاني، صارت عدة ظروف توفت والدته وما كملت الشاهد الثاني، ولحد الآن منتظر بلكي سرعوا لي بالقضية، والقضاء بعد تعرف. زين. صحيح القضاء روحه طويلة بس هو إن شاء الله يجينا حقي. سويت دعوة يمك هناك. يعني أنا سويت دعوة يمي بإسكندرية والدعوة حولوها لبغداد، ورا شهر وصلت البغداد. لمن وصلت البغداد؟ وين وصلت؟ قالوا بالعظمية. رحت للعظمية قالوا مو يمنا، تروح تشوفها مركز شرطة الحرية. رحت لمركز شرطة الحرية قالوا ما جاي نلقاها. أوكي. بعد ما إنه عدى أخوي محامي راح أمين حكى وياهم وغيره وقال لهم هذا أخوي رايحة سيارته، طلعوا الدعوة ومشيت بإجراءاتها تقريبا ورا شهر أو شهر. فيها مكاتبات للسيارة؟ إيه عدي يعني. هاي مكاتبة بالسيارة. اوكي. ولمن سبورتج. هاي السبورتج. اي وعدي هاي بالالنترا. الالنترا باعتبار انا بايع له ومشتري من عنده. اي لان مكاتبتين. هاي مال السبورتج باسم مره، حتى بحيث رحت للاربيل قلت اشتكي هناك، قلت لهم هيك هيك وضعي، قالوا ما نشكيك. روح تشتكي هناك يمك وتجيب لنا الامر القاء قبض واحنا عود نحجز لك السياره باربيل. وبقى ورا القضاء ما ادري بعد. زين. هو اجاك بصفة ضابط؟ اجاني بصفة ضابط. وعد بالخير هو مو ضابط. شهود عليه بصفة ضابط، مو بس اني اشهد. اللي باع للالنترا قدرت اتوصل له. قال اني وين شو وقت ما تريد نشهد لك، اجاني هم ضابط. هم يعني هم نصب واحتيال؟ يعني هم نصب واحتيال، بايع حال الشخص ومطي بايع للالنترا الشخص بالمسيب وقايل له هذا رقم راعيها، طلع مو رقم راعيها. يضحك عليها هم نفس الحالة. واحد بالناصريه هم كذلك بايع على جارجر طالع متومه. واحد بالنهروان الشخص هم راد يجين وصار راد دفاتر. كل بهاي الدعاوي هو مدعي بيها انه هو ضابط؟ كلهن بهاي الدعاوي مدعي بيها ضابط. لان اكو واحد من قرايبه ضابط يسجل السيارات باسمه وبعدين يحجزهن.